فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يسأل يقول بالنسبة للركبة هل هي داخلة في العورة؟ نعم نعم، عورة المسلم من السرة إلى الركبة، السرة داخلة في العورة والركبة داخلة في العورة، هذا مما تدخل فيه الغاية في المغيأ، مثل ومسحوا مثل غسل الأيدي، غسل الأيدي إلى المرافق، المرفق داخل، ومثل غسل الرجل إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فإلى بمعنى مع الكعبين. نعم.